مع الزميل سلطان السعيد. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله وعلى بركة الله. مشاهدين الكرام، متابعينا الأفاضل، انطلق في هذه اللحظات شوطنا 18 من أشواطنا في هذا الصباح، وهو ثاني أشواط الإبكار مع أشواط الإنتاج والمنتجين. انطلاقة شوطنا 18 الذي أيضا يسير بتحدي كبير، وشوط ما قبل شوط الختام. إذن أيها الإخوة الكرام، نتابع معكم هذه الانطلاقة ونتابع هذه الإثارة المميزة على أرضية ميدان الشحانية في سباقنا المحلي الثاني، مباشرة إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول والصدارة. متابعين الكرام، نتابع المقدمة والبداية الأولى. هذه الهايب على مقدمة الشوط، محمد بن ثاني بن عبد الله الفضيل الهاملي الذي يقدم لهايب على مقدمة الشوط. ننتقل مباشرة إلى المركز الثاني لنجد في هذه اللحظات وصول مشاهدين الكرام من قبل زعزعة بشعار عبيد بن علي بن راشد السناري، يقدم لنا زعزعة على مستوى المركز الثاني بينما في ثالث المراكز. من الجانب الآخر نتابع التواجد من فنون، سعد بن محمد بن سالم بن جهويل يقدم فنون على مستوى المركز الثالث. في المركز الرابع نتابع التواجد مشاهدين الكرام من قبل الشاهينية لعبد الله بن ناصر بن منصور الشهواني اللي خذت المركز الرابع. وفي المركز الخامس، المركز الخامس هذه مرمرة، محمد بن خالد بن عبد الله العطية وشعار المشاغب متواجد من خلال تواجد مرمرة. هذه نتيجتنا مشاهدينا الكرام للخمس المراكز المتقدمة في هذا الشوط مشاهدينا الأعزاء، الذي هو شوط من أشواط الإنتاج والمنتجين. شوطنا الثاني مع أشواط الإنتاج والمنتجين من فئة الإبكار. نتابع هذه الإثارة والاندفاع على أرضية الميدان وهذه الأجواء الرياضية المميزة في سباقنا المحلي ثاني مع شعارات أبناء القبائل. عودة مباشرة إلى مقدمة الشوط إلى المركز الأول من خلال هذه الانطلاقة. فنون 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 من تقدم هذه الاندفاع، سعد بن محمد بن سالم بن جهويل اللي غيرت مباشرة إلى مقدمة الشوط، انتزعت المركز الأول في هذه اللحظات. بينما شعار السناري متواجد مع زعزعة، عبيد بن علي بن عبيد السناري يقدم لنا زعزعة على مستوى المركز الثاني. وفي المركز الثالث شعار الشهواني القادم مع تحديات شاهينية، عبد الله بن ناصر بن منصور الشهواني يقدم الشاهينية على المركز الثالث. في المركز الرابع وصول من لهايب، محمد بن ثاني بن عبد الله الفضيل الهاملي يقدم لنا شعاره مع تقدم لهايب على المركز الرابع. وفي خامس المراكز نتابع الوصول في هذه اللحظات. وصلت النكبة في هذه اللحظة مشاهدينا الأعزاء، شعار عبد الله بن سمحان بن عبد الله المري، ولكن الله الشاهينية قادمة. شعار بن حفار الواصل مع الشاهينية، علي بن حمد بن علي بن حفار المري. هذه النتيجة، ولكن عودة إلى مقدمة الشوط إلى المركز الأول. الله الله الله، فنون 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 في مقدمة الشوط. الله يا بن جهويل يقدم هذه الانطلاقة مع فنون، سعد بن محمد بن سالم بن جهويل، ولكن الخطر قادم، الأسماء واصلة. نتابع المركز الثاني زعزعة، وفي المركز الثالث وصول من الشاهينية، وعلى المركز الرابع ما يبنى لها طاري هذه اللي وصلتنا في هذه اللحظات. بيضة بيضة القادمة، مسهر بن علي بن سفران شعار الشوط الرئيسي، شعار الشوط الرئيسي الأول. الله يا سلام، لكن الشوط الرئيسي الخاص بالقعدان هو التوقيت الأفضل. ونتابع هذه الانطلاقة، هل التوقيت سيتحطم مع هذه الانطلاقة؟ الله يا سلام يا سلام على الاندفاع. شوف بن حفار مع الشاهينية اللي بدأ يقدم العروض النهائية، بدأ يسير بالقمة. ومن الجانب الآخر زعزعة، الصراع ما بين الثنتين، شعار السناري وشعار بن حفار والثلاثي مع بن سفران، ولكن السناري وزعزعة يغيران إلى الناموس والانطلاق. سلام يا السناري، سلام عبيد بن علي بن عبيد السناري، والسلامات إلى أبناء الجميلية الحاضرين بقوة في هذا الشوط. تهانينا والناموس لعبيد بن علي السناري على فوز زعزعة بالمركز الأول. أسعد الله صباحك يا السناري، وسلام الجميلية، سلام المركز الثاني.
من وصلت الشاهينية علي بن حمد بن علي بن حفار المري المركز الثالث. كان الوصول مشاهدين الكرام من بيضة مسفر بن علي بن مسفر بن سفران المركز الرابع. المركز الرابع كان من نصيب الشاهينية لعبد الله بن ناصر بن منصور الشهواني. والمركز الخامس من وصلت العزوم لصالح بن علي بن حسين بن سيقان المري. هذه نتيجتنا مشاهدينا الكرام متابعينا الافاضل على مسار هذا الشوط، ولكن شعار السناري الذي حظى على الناموس والانتصار في اللحظات الاخيره من خلال انطلاقه زعزعه وايضا انقضاضها على ناموس هذا الشوط. توقيتها الزمني 6:10 اربع من الاجزاء من ثواني. تهانينا والناموس مشاهدينا الكرام لراعي الزعزع عبيد بن علي بن عبيد السناري، وسلام لجميلية سلام على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني وصلت الشاهينية في 6:10 70 جزءا من الثاني. تهانينا لعلي بن حمد بن علي بن حفار المري على فوز الشاهينية بالمركز الثاني. أما ثالث المراكز فوصل شعار بن سفران مع انطلاقة بيضة وتوقيتها 6:11 30 جزءا من الثاني. تهانينا لمسفر بن علي بن سفران.